عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة. استعرض الاجتماع أعمال شركتي الخدمات البيئية وتدوير المخلفات، وطالب وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير أسبوعي حول متابعة أداء الشركتين في جميع الأحياء التي تسلمتها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وذلك لمراجعة الالتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها، ورصد أيضا أي سلبيات في العمل للتوصل مع الشركات والإسراع في تعديلها على الفور.